تحتفل دولة الإمارات بيوم الملكية الفكرية. هذا اليوم مهم بالنسبة لدولة الإمارات، حيث أنه يعزز ثقافة الابتكار والبحث العلمي والاختراعات. ومن هذا المنطلق نشكر وزارة الاقتصاد على تبني هذه المبادرة في تعزيز ونشر الوعي حول الثقافة والاختراعات والملكية الفكرية، الذي يجعل اقتصاد الدولة أكثر تنافسية. وأيضا نطمح من خلال هذا اليوم إلى تعزيز التشريعات المناسبة لدعم هذه الثقافة، وأيضا ترويج هذه الثقافة إلى القطاعات المختلفة، سواء القطاعات الخاصة أو الأكاديمية أو الحكومية، التي نهدف من خلال نظام هذه المنظومة الابتكارية لدعم اقتصاد الدولة بشكل عام.